اكتب له ايه يا كماليا؟ اكتب له كلام. كلام؟ وانا هكتب محشي يعني؟ ما انا هكتب كلام. وانا شرفني انا ما شهدتش مع الاسم جميل ده قبل كده. ما شهدتش مع مين؟ ولا شهدت مع اي حد اصلا. طب ماشي. بصي، ايه رايك اكتب له نفسي اشوفك؟ ايه رايك؟ واد انت شكلك كنت صايع قبل كده. انا شهيت اخر حاجه. يلاقيه حلوه دي، اكتبها. استني، نفسي اشوفك. انا كمان نفسي اشوف. فين حرف الواو؟ كان قدامي دلوقتي، راح فين حرف الواو؟ ايوه ده، لا ده واو عليها همسه. ما تكتب يا عم الممل وخلصني، انا مش عايش لك. انتي كتب حاجه؟ ما كتبش حاجه. هو بيتاخر كده ليه؟ تلاقيه بيدور على الحروف، ده راجل قديم قوي. يا لهوي، لا لما يكتب حاجه بقى صحيني. ادي الواو. اشوق. طب فين بقى الفه؟ فيه 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت لسه قدامي، ده أنا كنت زلبلب. أشو ألف ب ت س ج ح خ د. طب أعمل إيه دلوقتي يا كوكو؟ الراجل مش عايز يكتب، أروح أكتب بداله ولا إيه؟ الراجل ده هيجنني، تلاقي لسه بدور على الحروف. طب اروح اسلم له نفسه اقول له انا اللي بكتب؟ كوكو 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 في ايه؟ بتصحي فرقه؟ ما انت مقيخه على طول ونايمه. يا سلام يا اخ، حرام عليك. انت كتب يا ابن ايه يا ساتر؟ ده ولا اللي بكتب كاتب كتابه، تصدقي بقالي اسبوعين بكتب له ما كتبش فيه خمس جمل، ده انا فخم يا كوكو. طب شوف بقى كتب ايه. اعمل منفوخ. ايه؟ اوصفي لي نفسك علشان اما اشوفك اعرفك. طب اوصف لي نفسي ازاي؟ عادي يعني، قوله الحقيقه، قوله ان انت قصير وبنضاره واقرع. نعم يا اختي. خلاص ما تزعلش، بلاش اقرع. ولا اكدب عليها اقول له ان انا طويله وشعري سايح. الموضوع ده محتاج تليفون. بقول لك ايه يا كوكو؟ ما تكلميه على انك انت سوسو الدلوعه. انا سوسو الدلوعه؟ ايه الهبل ده؟ طلعت إيه؟ لا يمكن طبعا. اتحولتي ليه يا كوكو؟ ما انت اكتمي سوسو دلوعه حلوه. ولا يمكن يحصل ابدا. لا ممكن. الدلوعه قال عيب. اوصف نفسك انت كده، دخلنا في الجد. هوصف يا حياتي، انا خليط بين رشدي أباظة على حسين فهمي، وأيضا على عضلات الشحات مبروك. ايه ده؟ خليط بن رشد أباظة وحسين فهمي، هيبقى ايه يعني؟ أباظة فهمي. الحقي عضلات الشحات مبروك. الشحات مبروك؟ يا اسطى ده انت كداب كده، ده انت مش محصل عضلات سمانة الشحات مبروك. صدق انا كنت مستحرمة الاشتغالة دي، بس بعد الكذب اللي بيكذبه دوس يا سامح، يستاهل يا سامح. بس كماليا. إيه؟ كماليا، الموضوع ده هيفضل سر بينا، ده لو حد عرف هترفد. عيب يا سامح، عيب، ما تقوليش الكلام ده ابدا. اطمن. الله يخليكي، طالما قلت اطمن يبقى لازم اقلق واتوتر. اخص عليك يا سامح. بتتكلمي بجد؟
سامح بيعاكس جميل على التليفون وعامل نفسه واحدة ست؟ سوسو الدلوعة؟ الاسم الغريب ده؟ كل ده يطلع منك يا سامح؟ اه بس بقولك ايه يا انجي، الكلام ده بيني وبينك، اوعى حد يعرف عنه اي حاجة لحسن يا حرام سامح يترفض. لا 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 ما تخافيش، مش هقول لأي حد. حاضر. اوكي سلام. ده احنا هنلعب لعب. في ايه يا علي؟ مالك اتخضيت كده؟ اتخضيت لما شفتك. ما لازم اتخض لما اشوفك يعني. اتخضيت. يا سلام، لازم تخض لما تشوفني ليه؟ شفت عفريت يعني ولا ايه؟ بحب اتخض لما اشوفك. بتحب تتخض لما تشوفني؟ ايه الرومانسية دي يا علي؟ في ايه؟ بتكلم مين يا علي؟ بكلم اصحابي. بكلم اصحابي رجالة طبعا. اكيد طبعا رجالة. مين يعني؟ انا موسيكا، انا وسفير الاحزان والبرنس شفعي. برنس شفعي؟ بذمتك يا شيخ في برنس اسمه شفعي؟ دول صحابك دول؟ مش عرفك بالبرنس شفعي انت؟ ايوه دول صحابي اللي على الفيسبوك. لا يا علي انت كده مش على الفيسبوك، انت كده على الفيس والواتس. تصبح على خير يا ابو مي. ما تنساش تسلم لي على شفعي. ها شفعي؟ انت تعرفي شفعي دي من اهله مسلم. حبيبي يا شفعي. انت يا اللي اسمك مغاوري، انت يا بيه. ايوه يا ست انجي. ايوه جاي لك هادل. أيوة. ممكن افهم انت بتروح فين؟ انا بدور عليك من امبارح. وتدور عليا ليه؟ ما انا عامل جروب لكل سكان الامار على الويتي ساب، بس انت اللي خرجت منه. لازم اخرج منه طبعا. انا مالي اصحى كل يوم الصبح على 3 كيلو بصل واربع حزم جرجير، وانام بالليل ليه انا على بخمسة جنيه طعميه وعلبتين فول؟ مالي انا ومال طلبات الجيران؟ يا مدام ده افضل طريقه تكنولوجيه لجمع الطلبات في حته واحد. الدنيا اتغير يا مدام. ايوه اتغير يا مدام، بس للاسوأ. فين ايام زمان لما كان البواب من دول يعدي على سكان العماره واحد واحد بابتسامه جميله؟ لا 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 لا، ده كان زمان وراه لهاله مات خلاص، وطلعنا عليه ال40 والثانويه وفرجنا شوريك وبرتقان كمان. الله يرحمه. احنا دلوقتي في عصر الكواكلي. الكواكلي؟ ايوه السرعه يعني. هيسمع كل شيء على الكمبيوتر. لا انا همشي قبل ما تنسيني الكلام. يعني مش هترجع اعمل لك اد على الجروب؟ لا مش هرجع يا مغاوري، واحتمال ما ارجعش العماره خالص طول ما انت البواب بتاعها. ايه رايك بقى يا فارسني؟ خلاص يعني مالكش طلبات عندنا النهارده. ست انجي بركه انك جيتي. خير يا شعبان؟ في ايه؟ عايزك تعملي لي شير ولايك على البيتش وعلى الفيس بتاعتي. البيتش والفيس؟ اه توجذر؟ اه. ده ايه ده بقى؟ البيج دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت السوبر ماركت بتاعي. وانت عامل ليه صفحه للسوبر ماركت على الفيس؟ يعني عشان انزل شويه فوارات وشويه حاجات كده وتشتركي فيها وتبقي متنفعيني. اه طيب ما انا اجي بنفسي واعرف الاوفرات بتاعتك دي. يعني انا غلطان ان انا قلت اوفر عليك المشوار؟ المشوار مشوار ايه شعبان؟ انا ساكنه فوقيك يعني، وانا طالعه وانا نازله بعدي عليك. دي تفاهه يا شعبان. تفاهه دي شتيمه صح؟ ايوه صح. عندك اعتراض؟ لا انا كنت بتاكد بس. لحظه، فين تمن الحاجه اللي انت خدتيها؟ اه هي دي مش في الاوفرات؟ ما انت لو كنت اشتركتي على البيتش بتاعتي على الفيس كنت مع السلامه. لا على فكره انا ما كنتش عايزه، انا بس بسال حب استطلاع. يا سامح يا جامد، ايه المقلب اللي عملته في راس التحرير ده؟ طبطي شوطك هتودينا في داهيه. ايه ده؟ شد حيلك يا سامح، وعاوزك كده تدلع رئيس التحرير وتهشيكه وتبشيكه. بقول لك ايه، تهشك بعيد عني، تهشك بعيد عني. يلا يا مقصاكو. يا سوسو يا سوسو. الله 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 الله، هي حصلت سوسو؟ انا شامم ريحه كاميليا في الموضوع. وتقول لي سرك في بير، سرك في بير، وهي عملته منشط صفحه اولى. طب يا كاميليا هوريك. يا سامح يا دلوعة، ده انت طلعت موسوعة. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ لو تمشي يالا والنعمة انتوا زملاء رخمين قوي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اهرب ولا بنكر ولا غير اسمي؟ اقول لك احنا ممكن نقسمها شفتات. هي قايلة نقسمها شفتات انت كمان. الشات ما هو مش معقول هتشتغل رئيس التحرير لوحدك، وبعدين انت عارف ان احنا كلنا مش طايقينه. ما تبقاش اناني بقى يا سامح.
يا عم انا مش اناني خالص. بص انا هسيب لك الشفتات كلها لوحدك، وكمان بقى ايه هنسيب لك الفكره والتنفيذ، ايه رايك حبيبي يا سامح؟ مبسوط حبيبي؟ ماشي. صباح الخير. ازيك يا سامح؟ زفت زفت وقطران. انت كنت فين يا كماليا؟ انا اتفضحت يا كماليا وصرت بات على كل لسان. ليه؟ مين اللي فضحك؟ شوف انت بقى، واحد بقى لسانه فالت وبيحب اللوكلوك وفاتح وكاله انباء واحده، ما بيتزعش غير خبر واحد. سامح بيشتغل رئيس التحرير، سامح بيشتغل رئيس التحرير، ومش بعيد بكره عم شعبان عبد الرحيم يغنيها كليب سامح بيشتغل رئيس التحرير. ايه اخرس يا مين يعني اللي عمل العمله الحقيره دي؟ على فكره بقى الفتنه اشد من القتل، مش هفتنكم على حاجه تاني. ماشي.